السلام عليكم. اليوم رانا في مدينة معسكر ونقف عند المشروع نتاع الجامع القطبي بمدينة معسكر. إذا لنذكر المسؤولين بضرورة انتهاء من الأشغال نتاع هذا القطب الديني والحضاري وإذا التربوي لهذا الجامع اللي كما نعلم أنه جزء من برنامج وطني لإنشاء جوامع قطب في كل ولاية الوطن ولتعطير يعني العمل التربوي والديني والعقائدي نتاع الشعب الجزائري. إذن عنده أهمية قصوى في تربية النشأ. إذن أنا نؤكد ونلح على ضرورة إتمام الأشغال بهذه المشاريع. أترككم تتابعون والسلام عليكم.